يعني المملكة هي صاحبة دعني أقول المشروع الأول الذي أطلق في مجموعة العشرين عبر عند في رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، ولكن الآلية الآن هي في الجهود التي ستقام، لأن مجموعة العشرين تشهد خلافات كبيرة الآن. لدينا مجموعة البريكس والجي 7 وهذه الانقسامات الموجودة في الداخل، أصبح الأمر صعب للغاية في تغليب صوت التنمية ومكافحة الفساد و تغليب لغة التنمية ودعني أقول الدعم الاقتصادي، أو أن يكون هناك دعم للاقتصاد العالمي الذي أصبح الآن على بوابة أزمات كبيرة، وهذا ما تنادي به المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين أو ثلاثة في بداية الأزمة في أوكرانيا ونتائج حرب أو نتائج جائحة كورونا. ولكن الإطار الأساسي أعتقد بأن المملكة الآن تدرك جيدا برؤية سمو ولي العهد بأن مسألة توحيد الاقتصاد العالمي أو توحيد الجهود الدولية في الاقتصاد العالمي باتت صعبة للغاية، ولذلك رأينا بأن المملكة تأخذ مبادرات صعبة للغاية ومبادرات دعني أقول مسؤولة للغاية، خاصة ما يتعلق في قطاع الطاقة على سبيل المثال. المملكة هي التي حافظت على توازن السوق أسواق الطاقة حول العالم في العامين الماضيين بعد أن شهدنا تقلبات كبيرة، وهي الآن من تقود تحالف أوبك بلس وفق رؤية السوق وما يحتاجه الاقتصاد العالمي، وليس وفق دعني أقول الآليات أو التوجهات السياسية التي كانت تنادي بها مثلا دول الغرب فيما يتعلق في الحرب في أوكرانيا. نعم. أيضا التنمية الاقتصادية أعتقد بأنها الأهم في المشاريع التي تطلقها المملكة الآن، والعلاقات الاقتصادية، لأنه إذا تابعنا في العام الماضي كان هناك دفعة كبيرة لاقتصادات الدول خاصة الغربية والأوروبية للتوجه نحو المملكة ومشاركة المشاريع الاقتصادية، وما تليه المملكة أيضا من دعم للدول الفقيرة والدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط من أجل دفعها نحو التنمية وإنهاء الصراعات السياسية. نعم.